ولمزيد من المتابعه ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ اشرف عبد الغني الكاتب الصحفي. استاذ اشرف اهلا بحضرتك، ويعني علاقات تاريخيه وقواسم مشتركه عديده بين مصر واوزبكستان، زياره رئيس اوزبكستان لمصر وعلاقات جديده، تعاون ثنائي جديد على كافه الاصعده السياسيه والاقتصاديه والتجاريه والسياسيه وغيرها، كيف تراها في الفترة المقبلة؟ أعتقد أن العلاقات بين البلدين هي علاقات وثيقة وعلاقات طيبة للغاية، قائمة على احترام متبادل، قائمة على وجود روابط تاريخية كبيرة. الدولة المصرية كانت أول من عرف دولة أوزبكستان في أوائل التسعينات القرن الماضي، ثم تعددت العلاقات، افتتاح سفارة هنا وسفارة هناك، ثم ازدادت وتيرتها التعاون في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية، بالإضافة إلى المشاورات المكثفة في مختلف القضايا السياسية ذات الشأن المشترك. كل هذه المسائل أعتقد أن هي عمقت بشكل كبير العلاقات ووثقتها بين البلدين. ثم جاءت هنالك نقله نوعيه كبيره على مستوى العلاقات بين البلدين عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياره عام 2018 عفوا الى اوزبكستان، والان هي الزياره الاولى للرئيس الاوزبكي الى القاهره. تاسست في الزياره الاولى العديد من العلاقات الوثيقه، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومجالات التعاون المختلفة، وصلت إلى أكثر من 30 اتفاقية واتفاقات مبدئية ومشروعات مشتركة. ثم بعد ذلك استمرت التبادل التجاري والوفود من رجال الأعمال بين البلدين، الأمر الذي رسخ ونمى التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة الماضية. ثم تأتي هذه الزيارة للرئيس الأوزبكي هي الأولى من نوعها لتؤكد بما لدى مجال الشك أن العلاقات بين البلدين ماضية إلى أفاق أوسع بكثير مما يتصور البعض، وهي بالتأكيد تتصب في المصالح المشتركة للدولتين. مصر تسعى وبقوة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والتواجد في منطقة آسيا الوسطى، ومن ثم الدولة الأوزبكية أيضا تسعى إلى تقوية روابطها مع القاهرة نظرا لدورها الكبير على المستويين الإقليمي والدولي. بالتأكيد أستاذ أشرف، يعني إضافة إلى ذلك وما أشرت من تعاون سياسي ودبلوماسي بين مصر وأوزبكستان، أيضا مهم جدا نتحدث عن التعاون الاقتصادي والتجاري. من المعروف أن مصر بتقوم بتصدير منتجات صيدلانية وغيرها وحمضيات إلى أوزبكستان، وأيضا هناك تصدير بعض المنتجات الأوزبكية إلى مصر. إضافة إلى هذا التعاون التجاري، شكل التعاون الاقتصادي بتأمل في مصر وأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية اللي بيشهدها العالم الآن؟ كما تفضلت بالذكر، الجانب الدوائي هو جانب رئيس في التعاون بين البلدين. هنالك تعاون كبير في هذا المجال. أعتقد أن الدولة المصرية بخبراتها العريضة في هذا المجال ستقوم بإنشاء إحدى شركات الأدوية الكبرى في العاصمة طشقند. أيضا بالإضافة إلى المجال الدوائي هناك تعاون اقتصادي كبير خلال الفترة الكبيرة، هناك أكثر من 12 مشروعا مشتركا حسبما أعتقد، وإن لم تكن قد تخدمني الذاكرة، بين البلدين. هناك اتفاقيات ومذاكرات تفاهم جرى توقيعها بين البلدين خاصة خلال السنوات الأخيرة. الدولة المصرية إذا نظرنا إلى الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج او حتى الزيارات التي استقبلها في الداخل والقمم التي يعقدها مع الرؤساء ووزراء الدول والقوى المختلفه، اعتقد اني لو ركزنا بشكل اساسي في طبيعه هذه الزيارات المتبادله سنجد ان المحور الاقتصادي يحتل اكثر من 80% من اهتمام الدوله المصريه. هذه النسبه من وجهه نظري تعكس بشكل كبير ان الدوله المصريه همها الاول وشاغلها الكبير هو توفير استثمارات كبيره داخل الدوله المصريه لما ذلك من مردود كبير على مستوى التشغيل وعلى مستوى تخفيض عمليات الاستيراد من الخارج وعلى مستوى دعم المنتجات الوطنيه. كل هذه المسائل اعتقد ان الدوله المصريه منتبهه لها
بشده، وهي شاغل على مدار السنوات الاخيره. واعتقد ان زياره الرئيس الاوزبكي الى خلال هذه المره والزيارات التي تستمر يومين تتركز بشكل اساسي على التعاون الاقتصادي. صحيح ان هنالك تفاهمات سياسيه، صحيح ان هنالك محاولات الى توفيق وجهات النظر بين الدولتين فيما يتعلق بما تشهد منطقه الشرق الاوسط من تطورات كبيره، وايضا ما تشهد منطقه وسط اسيا من تطورات كبيره، خاصه في منطقه افغانستان الحدوديه مع باكستان. كل هذه المسائل صحيح انها مهمه، نعم. ولكن الشغل الشاغل والرئيسي للدوله المصريه هو الجانب الاقتصادي. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف عبد الغني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.